مختار، عملت لي ايه يا اخويا في موضوعي؟ موضوع ايه يا نعمت؟ يا نهار اسود عليا، انت نسيت؟ نسيت ايه؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنالك على الصبح. حق اللي هتجيبولي من نديم. حقك. لسه شويه. لسه شويه لحد امتى يعني؟ ان شاء الله لحد ما اشوف لك طريقه اجيب لك بيها حقك من نديم. لا يا اخويا اطمن، انا عندي الطريقه. طريقه ايه؟ انت عرفت ان نديم خلف ولد؟ طبعا عرفت، قال لي ربنا يبارك له. احنا بقى هنخطف الولد. نخطف مين؟ انت اتجننتي؟ دي احسن طريقه ممكن نضغط بيها على نديم، صدقني الضنا غالي. طبعا غالي، عشان كده نديم لو عرف ممكن يموتنا. ليه هيعرف؟ وازاي هيعرف؟ هو انا ولا انت اللي هنروح نخطفه؟ طبعا لا، هنبعت حد، وطبعا مش هنروح نقول له ان احنا اللي خطفنا، واكيد هيكون ملخوم في موضوع خطف ابنه ومش هيسال. يا بنتي ليه؟ انت دماغك سم. المهم عندك رجاله مضمونين ينفذوا لنا العمليه. الرجاله المضمونه موجوده، بس لازم اعرف الاول تمن مساعدتي ليكي هيبقى ايه. هتنزل لك عن حقي في الفيلا والمحل والمطبخ وشقه اسكندريه. وماله يا اخويا وشقه اسكندريه؟ بتنازل في الشهر العقاري. طبعا هو لعب عيال. اذا كان كده ماشي، الواحد يقف وراكي بقلب جامد. ربنا يخليك ليا يا رب. بس اوعي تجيبي سيرتي، دي خدمه انا بعملها لك من بعيد لبعيد. نديم ده صاحبي وشريكي ومش ممكن اخسره. لا ما تخافش، مش هقول حاجه، بس انت ما تنساش تحضر الرجاله بسرعه، وحضر كمان عقود التنازل اللي انا حمد لك عليها. الحمد لله على السلامه يا مختار باشا، قالوا لي انك عايزني خير. انت بتعمل ايه هنا يالا؟ بشتغل. والله بتشتغل ايه؟ جراء يا باشا، انت نسيت ولا ايه؟ انا المشرف بتاعك ودراعك اليمين في الشغل. ولما دراعي اليمين ده بقى يخوني تفتكر اعمل فيه ايه؟ انا لا يمكن اخونك يا باشا. امال دي ايه؟ دي ايه؟ بطل استعباط يالا، مبروم على مبروم ما يلفش. يا باشا انا مش فاهم حاجه. لا انت فاهم كويس قوي، بس بتستهبل. حرام عليك يا ست سماح، حرمت عليك عيشتك يا بعيد. صدق اللي قال ان الناس معادن، واللي طول عمره نحاس مهما لمع عمره ما هيبقى ذهب. الكلام ده ليه انا؟ والله انا اروح امك. طب ليه غلط بس يا باشا؟ ده قال واجب، ما واحد غدار زيك. بتستعملني يالا، بتستعملني اكل لك ضهر، واول ما اديك ضهر تديني على قفايا. معاش ولا كان اللي يديك على قفاك يا معلم. لا عاش واداني وبصمت كمان، بس انا بقى اللي اديني على قفايا قطع له ايده. ما تصدقش العالم دي يا معلم، دي ناس عايزه توقع ما بيننا. ما تستاهلش حد يوقع بيننا ويحط لك بضاعه بالمبلغ ده، عارف ليه؟ لانك رخيص يالا. الله يسامحك يا معلم، انا حذرتك قبل كده بس مفيش فايده، وانا الصاب اللي خاسها معايا مش هيلاقي غير بوز جزمتي في وشه. يعني ايه؟ يعني تمشي يالا من هنا ما اشوفش وشك تاني. قول يلا اطلع بره بره. بالسهل كده يا معلم؟ يعني تاخدها من قصيرها وتورينا عرض كتافك بدل ما نبلغ عندك ونخليهم يحطوا الحديد في ايديك. يعني مفيش فايده؟ عايز تبيعني واشتريك ليه؟ فاكرني اهبل؟ ده انت جاهر يالا ومالكش امان. طب انا ليا فلوس، انا عايز حسابي عشان امشي. حساب؟ الحساب يوم الحساب يا عصفور. يعني ايه؟ يعني مالكش حاجه هنا بقى كده. ده انت بيجي حاول، ده بدل ما تبوس ايد ووش وظهر انه سايبك تمشي كده من غير مشاكل. طب انا عايز البضاعه. يعني بتاعتك ايه؟ بتاعتي وتلزمني. البضاعه اتصدرت يا روح امك، انت عارف بقى الصنف الحلو اللي انت مخبيه ده، شيح حلو من دول والواحد بيتنشى عليه والله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. هو ده المطلوب؟ عاوزهم يذبحوني يا معلم؟ انت ونصيبك بقى، ما هو ده جزاء اللي يخوني الامانه. طب اديني ثمنها. ولا نكله. ابوس ايدك يا معلم، ابوس ايدك كده هيموتوني. ما تموت ولا تروح في 60 داهيه، دي سكه حرام وانت اللي اخترت تمشي فيها، وزي ما ممكن تزهزه معاك وتعيشك ممكن كمان تجيب اجلك وتموتك. انت كده اللي بتحكم عليا بالموت يا معلم. انت اللي حكمت على نفسك يوم ما فكرت انك تلعب بديلك وتستغفلني يا رجب. طب والله العظيم والله العظيم اخر مره وما عامل كده تاني. يلا هات بره يلا بره، مش هشوف وشك تاني. بلاش خوت الدماغ، هيعرف اشرب لي حجر كده على رواقه؟ ده متمون بصنف معتبر. بس انا مش هسكت، مش هسكت، مش هسكت يا مختار. مختار يا ابني انا ما بخيرك الكام ولا، بس اوعى تقع من عليه. تو على دي اشكال وسخه. اهدى بس يا حبيبي، الحمد لله انه انكشف لك قبل ما يورطك معاه. كتر خيرك يا سماح، كتر خيرك، انت اللي كشفتيه. ربنا عالم من غيرك كان حصل ايه. انا كل فداك يا سي مختار. بعد الشر عليك يا ست البنات من كل راضي. طب انا هروح اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك. اذا كان كده
ماشي. على الاخلاق يبقى معاه صنف زي ده وما يقوليش. يستاهل بقى اللي يجراله. الف الف سلامه عليك يا سعد بيه. واضح ان حضرتك تعب صدرك بالسيجار اللي بتشربه ده. لا 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 ده انا بنفخ بس. اصل السيجار ده لزوم الدكور. بس انا ساعات بسرح كده وباخده على صدري زي ما حصل دلوقتي. في الحقيقة عاوز أحييك على ذكائك وبعد نظرك يا سعد بيه. ده شغلي. شغلي اللي بحبه ما ينفعش أفشل فيه. واحد غير سعادتك كان زمانه سلم وباع الأسهم من زمان. آه ده لو كان غشيم. حضرتك ولا مؤاخذة يعني طلعت لئيم. لئيم؟ أصل الخمسة مليون جنيه اللي صرفناهم على تجديدات المصنع بدأت تبان نتيجتهم وكل المؤشرات بتأكد إننا هننجح إن شاء الله. طبعًا هننجح. طالما بنستخدم ذكائنا وبنفكر وبنخطط واحنا ماشيين على ارض صلبه يبقى لازم ننجح. في الحقيقه هي مش صلبه قوي يا فندم. قصدك ايه؟ اصل السيوله اللي معانا ابتدت تخلص ولو ما ضخناش سيوله تانية ممكن المشروع كله يبوظ وخطه الاصلاح تفشل. لا ما تقلقش، انا النهارده قبل ما اجي الشركه عديت على البنك وفتحت لكم اعتماد ب 3 مليون جنيه. احبك يا سعد بيه وانت جاهز كده او كده الواحد يتفائل بالمستقبل. وامتى يا فندم هنستلم ال 2 مليون الباقيين؟ لا انسى، خلاص دول اخر فلوس هسلمها لكم. ازاي يا فندم؟ احنا متفقين على 5 مليون. وانا بطبعهم؟ دي فلوس يعني بتيجي بتضلين. الله، ده انا سالفهم وكاتب على نفسي شيكات عشان اعرف اجيبهم لكم في الوقت الضيق ده. انا مع سعادتك انها مبالغ كبيره جدا ومش اي حد يقدر يجمع المبالغ دي في الوقت الصغير ده، لكن كده خطه الاصلاح ممكن تتعطل. لا ما تقلقش، مفيش حاجة هتتعطل. ازاي بس يا فندم واحنا عندنا عجز في السيولة 2 مليون جنيه؟ لا، ما انا النهاردة كلمت الناس في البنك اتفقت معاهم انهم هيدوني قرض بضمان المشروع عشان نعرف نسد العجز اللي عندنا. اهو ده الكلام. اه بس خدوا بالكم دي فلوس بالفايز، يعني لازم نسدد في مواعيد والا الفوايد بتاعتها هتنحي الوبر. يعني احنا لازم نشتغل بايدينا واسناننا عشان نعرف نسد اللي علينا، والا كده هخسر كل حاجه وساعتها مش هيكفيني فيكم الاكل. اطمن سعد بيه، احنا رجالتك وعمرنا ما هنعرضك للخساره ابدا. وبعدين سعادتك البص الكبير وكل اللي هتقول عليه هننفذه بالحرف الواحد. ايوه كده، يعني تربطوا الحمار مطرح ما يقول صاحبه والا هتغاب عليكم. خد يا نور يا حبيبتي، دول 1000 جنيه نصيبك من المدبغه والمحل. 1000 جنيه؟ أيوه بالتمام والكمال. أيوه بس ده أقل كده من الشهر اللي فات. نعمة بتقول البيع الشهر ده مش قد كده، عشان كده المبلغ جه خاسس شوية. عموما يا بنتي بركة الحلال أحسن من أي حاجة في الدنيا. ونعمة بالله. خد يا حبيبتي دول الألف جنيه بتوع كل شهر اللي أنا وعدتك بيهم، شلتهم لك على جنب. لا يا ماما كفاية عليا، اديتيني الشهر اللي فات. وبعدين معاكي بقى، ده رزق ورزق ابنك ما تقطعيهوش. وبعدين يا حبيبتي انت عندك مصاريف كتير ودلوقتي انت بقيتي اب وام بالنسبه له. يا ماما بس ما بسش ولا حاجه، هو انت كل مره هتقعدي تبسبسيلي؟ خدي خدي يا شيخ بلا كلام فارغ. يلا متشكره قوي يا ماما، بس انا لازم اشوف لي حل. مش معقول هفضل عايشه كده انا وابني على عليكي. ايه الكلام الفاضي اللي بتقوليه ده؟ عيب عليكي يا بنتي. مش دي الحقيقه يا حبيبتي؟ دي فلوسك في تجارة أبوكي، ده ورثك. أيوة بس أنا لازم أشتغل يا ماما، ياسين بيكبر واحتياجاته بتكتر. خلاص يا حبيبتي سيبيلي أنت ياسين هنا معايا وانزلي أنت مع نعمة في المحل وخدي مرتب. هي نعمة قبضت نصبها؟ على داير مليم، حتى الإدارة كمان خدت عليها مرتب. أما بقى باقي المبلغ هشيله على جنب لإخواتك زي كل شهر. أنا مش فاهمة بس الملاليم اللي أنت عمالة تحوشيها لهم دي هتفيدهم بإيه؟ دول معاهم ملايين يا أمي. بركة الحلال القليل أبرك بكتير من الحرام ولو كتير. وبعدين يا حبيبتي ما تضمنيش اللي جاي شكله إيه، هشيلهم للزمن محدش عارف. على رأيك حد كان يتخيل بعد العز ده كله تحسبها بالمليم كده؟ معلش يا بنتي الحمد لله إن شاء الله
بكرة الإيراد يزيد، ادعي انت بس وقول يا رب. يا رب. ايه يا هدى قلقتيني في التليفون، ماله عمر؟ حرارته 40 ومش راضيه تنزل. نديله خفض الحراره؟ عملت كل حاجه ومفيش فايده. دكتور. ايوه يا دكتور، عمر حرارته 40 وما بتنزلش. اجيبه لك ولا تحب تيجي تشوفه؟ طيب طيب خلاص اوكي، مع السلامه. ايه قالك ايه؟ هيبعت عربيه اسعاف تيجي تاخد عمر المستشفى. ايه ده؟ هي حالته محتاجه اسعاف؟ مش عارف يا هدى، بس صوته ما يطمنش خالص. يا رب يا رب جيب العوائب سليمه يا رب. ما هو يا تجيب الفلوس يا ترد البضاعه يا ناخد عمرك. كرهي يا رجاله، هي اول مره نتعامل فيها مع بعض ولا ايه؟ مش اول مره، بس ممكن تبقى اخر مره لو عوقت معانا. تنقطع رقبتي لو فكرت حتى. وبعدين المعلم نخنوخ ده جزمته على دماغي من فوق. المعلم نخنوخ بذات نفسه هو اللي بعتنا ناخد منك حق البضاعه. على عيني والله، على عيني، بس انتوا عارفين الحكومه شاده نفسها على الاخر، فانا قافل على البضاعه لحد ما الجمهور تهدى. وبعدين كل ما السوق بيعطش البضاعه دي قيمتها بتزيد. اه والله بتزيد. وبعدين انتوا مستعجلين على ايه؟ البضاعه هتطير. جمال ناس ما تعرفش ربنا، واي لبط معاهم رقبتك هتروح فيها. لا 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 لا، بعد الشر عليا، بعد الشر عليا باللي انت قلته. ما كانوش كام كيس خدتهم منك ولا قط فيهم رزقي؟ لا تجيبهم لا تبيعهم، بدل ما نقطعك ونكيسك ونرميك لكلاب السكك. لا يا عم، ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ لا، ادوني فرصه كام يوم اكون اتصرفت. قدامك ثلاث ايام، يا تجيب الفلوس يا ترد البضاعه يا ناخد عمرك، فاهم؟ والله طبلت على دماغك يا رجل، طبلت على دماغك يا لهوي. طمني يا دكتور. ما نخبيش عليكم، الموقف في غايه الصعوبه، في منتهى الحساسية. كل ده من شوية سخونية؟ السخونة خطر على المخ، وعمر بقاله 48 ساعة سخن، ده غير انه بياخد مثبطات مناعة عشان قلبه المزروع، ولو حاولنا ان احنا نديله أدوية تنزل السخونة لازم نمنع أدوية المثبطات عشان الدواء ياخد مفعوله. أيوة بس ده خطر على قلبه، ممكن الجسم يرفضه. والسخونة خطر على المخ. طب وبعدين؟ احنا هنحاول ننزل الحرارة بطرق أولية، ويمكن تنزل لوحدها. طب افرض ما نزلتش؟ احنا هنحاول معاه بكل الطرق، ان شاء الله نحطه في حط تلج. بعد اذنكم. اتفضل. عمر هيضيع مننا تاني يا اشرف؟ ارجوك يا هدى بلاش الكلام ده، اهدي شويه. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا روحي بتروح مني؟ يا رب استر يا رب. لا لا، خشي اوضتك انت يا فرحه. حاضر يا سمختار. واقفلي على نفسك كويس. حاضر. يلا. فهمت هتعمل ايه يا شنواني؟ فهمت يا مختار باشا، اخطف المولود واجيبه لك على هنا. تجيبه لي على هنا هبت بيه؟ الله يخرب بيتك، انت تشوف حته تتوي فيها لحد ما اقول لك تعمل ايه. دي غلبه جامده قوي، ما نكتم نفسه ونخلص منه وهو اسهل واوفر. لا يا اخويا لا، الواد ده امانه عندنا يومين وبعد كده هنبقى نرجعه لاهله، ما تقول له حاجه. هي ايه العباره بالظبط؟ افهمك يا شنواني، الحاجة نعمت هي صاحبة المصلحة وليها حوار كده مع أهل المولود، فعايزة تضغط عليهم علشان يماينوا ويسمعوا كلامها. فهمت، يعني هناخد المولود عندنا يومين إعارة ونرجعه تاني. الله ينور عليك، بس اوعى يا شنواني، اوعى اوعى الواد يجراله حاجة. تطبطب عليه كده، تحن عليه، تجيب له مرضعة. اه ده ابن صاحبي. معقولة تخطف ابن صاحبك؟ الظروف بقى ليها احكام يا شنواني، ما انت سيدي العارفين، احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. ما تخلونا في موضوعنا يا مختار، مش كده. طيب طيب خد يا شنواني ده العربون. كام دول؟ بريزه، واول ما تخلص ليك زيهم. قليلين قوي يا مختار باشا. لا حول ولا قوه الا بالله، مبقاش في ضمير عند العالم. ده حته عيل في اللفه يا شنواني، امال لو قلت لك اخطف ابوه هتعمل ايه بقى؟ كل جته وليها وزنتها، هو احنا بننقي خيار؟ لا يا اخويا، لو على وزنتها يبقى انت اللي هتدفع لنا فلوس. الواد لسه حته لحم حمرا ما كملتش. ماشي الكلام، عشان خاطرك بس يا مختار باشا، اول ما تتم العمليه اجي اخد باقي حاجه. لا
انت تخلع ما ترينيش وشك تاني. من الساعه دي انا بره الموضوع. عجايب، امال مين اللي هيحاسبني؟ حاجه نعمت بقى هي اللي هتتمم معاك بقيه الاتفاق. انا ماليش مصلحه عشان اواني، انا بره الموضوع. غيرش بس الواحد قلبه الحنين هو اللي عايز يساعد المظلومه دي انها تاخد حقها. روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك. استاذن انا بقى. اذا كان كده ماشي، عشان اواني مش هوصيك على الواد. عيوني يا باشا. سلام لعيونك يا غالي. ربنا معاك. اظن انا كده عملت اللي عليا وزياده، وحتى العربون دفعتهولك من جيبي. ما خلاص يا اخويا، انت هتذلني؟ متشكرين، وجميلك ده مش هنساهولك طول عمري. لا يا اختي انسيه، المهم ما تنسيش الاتفاق. انت تاني؟ ما تبقيش قاسي عليا يا ست. عايز ايه؟ البضاعة. انا كده هروح في داهية. ما انت اللي كنت هتودينا في داهية لو البضاعة اتقفشت عندنا. انتوا ناس سمعتكوا زي البرلنت، وعمر ما حد كان هيشك فيكوا. اه سمعتنا زي البرلنت، وانت كنت هتهببها بعملتك السودة لولا ستر ربنا. حرام عليك يا ست، الضرب في الميت حرام. ولما انت ميت خايف من الموت ليه؟ مش كفاية قطعتوا عيشي من عندكوا؟ انت اللي ما حافظتش على اكل عيشك بباشك البطال ولعبك النت. طبت وعهد الله طبت وما هعمل كده تاني. طب انت جاي دلوقتي تقولي الكلام ده ليه؟ عشان انت ليكي دلاله على مختار بيه، ممكن يرجع لي البضاعه ويديني تمنها. ده عشم ابليس في الجنه. انت بتكرهيني قوي ليه كده يا ست؟ لانك تعبان ومالكش امان. يا رجاله تعالوا طلعوا الخسيس ده بره. سمعت الهنا ميت لك ايه؟ ولا اجيبك على الارض واطلع عليك قديم وجديد؟ يا عم خلاص خلاص، انا هخرج لوحدي. بس خليكي فاكره يا ست، انا جيت طلبت حاجتي منك بالذوق وانت اللي رفضتي من غير سلام. هو عليك واتخسس ونجس. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. جعان مش جعان؟ ايوه يتربى في عزكم ان شاء الله زي القمر. ربنا يخليك يا مخ. يلا بقى شد حيلك وهات بنوته صغيره كده ونجوزهم لبعض. لا انا هخلف ولد، وانت ومراتك بقى اللي شدوا حيلكم جيبوا لنا عروسته. يا سلام يا استاذ مختار، واحنا نقول نناسب حد زي حضرتك؟ تعيش يا ست الكل، اصيله قوي المدام. الله يخليك يا مخ، اتفضل. حاجة بسيطة كده للتنس الصغير. ليه كده بس يا مخ؟ ما كانش في داعي تكلف نفسك. يا عم دي حاجة بسيطة. دي خمسة وخميسة عشان الواد ما يتحسدش. عموما مردودة لك قريب إن شاء الله يا مخ. إذا كان كده ماشي. سلامة يا ست الكل، الحمد لله على السلامة. مع السلامة. سلامة سعادة الباشا. شرفت وأنست يا مخ. يبقى خلي بالك من الواد الصغير. دفيه كويس أحسن يبرد. ماشي يا مخ. السلام عليكم. مع السلامة. لطيف قوي مختار. مختار ده يا حبيبتي اعز صديق ليا. عارفه يا حنان، مختار ده هو اللي طلعت لي من الدنيا. ادعي له يا ماما، هو محتاج لنا كلنا ندعي له دلوقتي. يا كبدي عليك يا ابني، يعني هو ما رجعش معاكو؟ هي الحاله ايه بالظبط يا اشرف؟ طب انا عايزه ازوره يا اشرف. مش هينفع يا حبيبتي، هو في العنايه ومانعين عنه الزياره. طب يا اشرف اول ما يسمحوا بالزياره الله يخليك تقولي عشان اروح ازور. طب هدى عامله ايه؟ مسكينه، خد بالك منها يا اشرف، دي ما لحقتش تشم نفسها. طيب يا حبيبي مع السلامه. قولي نامي دلوقتي، شكلك تعبانه قوي. انام ازاي وعمر بعيد عني؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، هو مش لوحده، ربنا معاه ان شاء الله. وبعدين هناك دكاتره كتير قوي بياخدوا بالهم منه. اطمني. مش هطمن غير لما عمر يبقى كويس ويخرج من المستشفى. يا رب. ازيك؟ الحمد لله. انت تفضلي قاعده حابسه نفسك في الاوضه كده؟ هروح فين؟ اديني قاعده مع ابني. اه وحشني الواد ده، وحشني. ده انا ما صدقت اني نيمته طول اليوم قاعد بيعيط. صدقته مني بالله؟ لا اله الا الله. الواد ده نفسه يشوف ابوه. ما تستغربيش كده، ما العيال الصغيره دي بتحس زينا بالظبط. انت عاوز ايه يا مختار؟
رؤوف جوزك عايز يرجع لك وندمان وحاسس بغلطته ومستعد يرجع لك كل جنيه خده منك، بس ترجعي بيتك معززه مكرمه وابنكوا يتربى في حضنكوا. بص يا نور، انا قلقان عليك وكل يوم بقلق عليك اكتر، وقعدتك في البيت دي كده مش عاجباني، والواد بيكبر ومصاريفه هتكتر وانت مش هتبقي قدها، بالذات ان ماما منعاكي تاخدي مني فلوس. مش ماما اللي منعاني يا مختار، انا اللي منع نفسي ان انا اخد فلوس، انا عارفه متاكده انها مال مش حلال، وده نفس السبب اللي خلاني اتطلق من رؤوف. يا حبيبتي، بس رؤوف دلوقتي غير رؤوف بتاع زمان، ده بقى اكبر تاجر دواجن في الشرق كله. يعني انت رايك ان انا ارجع له تاني؟ انا شايف ان مصلحتك ومصلحه الواد ان الشمل يتلم. خلاص انا موافقه ارجع له تاني، بس بشرط يتنازل عن كل الفلوس اللي معاه ويرجع شغله تاني ويبتدي حياته من جديد. يا نورة، الكلام ده ده كلام ناس عاقلين برضه يا نورة. انا عارفه ومتاكده ان رؤوف مش هيوافق، رؤوف مش هو الشخص اللي انا كنت اتمناه، اللي ياخد فلوس مراته من وراها ويبيع ابنه بالفلوس مش هو اللي تأمنه على اختك. عموما يا نورة، انا خايف عليكي، كل اللي يهمني مصلحتك، مش عايز الواد لما يكبر يحس انك ظلمتيه لما حرمتيه من العيشة المرتاحة. ابني انا حربيه بالحلال، والايام هتثبت له ان الجنيه الحلال ابرك من مليون حرام. ده تنازل عن نصيبك في الفيلا والمدبغة والمحل وشقة اسكندرية. اتفضلي امضي عندك. امضي ايه؟ مش لما اخد حقي الاول. امسك. بترجعي في كلامك ولا ايه يا نعمت؟ انا برجعش في كلامي، كلمتي اتفاق. يبقى تمضي على التنازل. مش لما اخد حقي من نديم. وانا مش قعدتك مع الراجل ودفعت له العربون قدامك على اساس انك هتتنازلي؟ لما اخد حقي الاول. انت بتلعبي بيا الكوره بقى يا نعمت، انت بتشتغليني. انا لسه عند اتفاقي، بس لما امسك حقي في ايديا الاول. بلا اول بقى بلا اخر، انا هكلم شنواني والغي العمليه ونفضل زي ما احنا. استنى بس، انت ايه ما صدقت؟ بلا بس بلا ما بسش، يا تمضي يا الغي. طب وافرض مضيت لك وطردتني انت من الفيلا بعد ما مضيت؟ انا يا نعمت مختار اعمل كده في مرات ابويا؟ انت ده انت تاكل من النبي. بلاش، امضي يا ستي على التنازل وما تسجلوش في الشهر العقاري الا لما العمليه تتم. قلتي ايه؟ طب وافرض الخطه باظت وانا ما طولتش من نديم ولا ابيض ولا اسود، هطلع من كل حاجه كده ايه؟ شلتي مليتي؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، قدرك بقى ونصيبك. الله، هو انا مغسل وضامن جنه؟ طب ويرضيك مرات ابوك اللي زي امك تعيش على الحديده؟ يرضيني. ها قلتي ايه؟ هتمضي ولا الغي مع شنواني؟ انت ايه يا اخويا بتلوي دراعي؟ حد الله، بيني وبين الغصب حد الله، بس ده اللي عندي يا بنت الناس. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله حمدي. انت محمد رسول الله. خد، مبروك عليك يا مختار. الله يبارك فيك يا اختي، متشكرين. طب قول لي هنبدا العمليه امتى؟ انا مالي بقى، عندك شنواني اتفقي معاه، انا بره الموضوع. وحسك عينك، حسك عينك اسم يجي فيه، فاهمه ولا لا؟ كده هتسيبني ليهم كده لوحدي؟ ايه، خدتني لحمه وهترميني عظم؟ ده انا لو عليا ادق عظمك واهرسه كده بودره واولع فيه بالنار عشان ما اشوفش وشك تاني. ماشي يا مختار، لغايه لما العمليه تتم، وبعد كده مش هتشوف وشي ابدا. اذا كان كده ماشي، نصبر اما العمليه تتم. قرب يا رب البعيد وزيح الحمل من على كتافنا. يا لهوي يا اخويا، للدرجه دي مرات ابوك تقيله على قلبك؟ ده انت ولا جبل الموطم.
بيحصل جوه؟ مش عارف يا هدى، انا واقف زيك اهو. هما بيعملوا ايه في الولد؟ انا هدخله. استني يا هدى، انت عارفه ان احنا ما ينفعش ندخل. مش قادره اصبر، هدخل. اصبري امال. خير يا دكتور، في ايه؟ حطيناه في حوض ثلج عشان درجه حرارته تنزل من غير ما نديله ادويه. طب وهو بيصرخ ليه يا دكتور؟ صدمه الثلج مش سهله، خصوصا ان درجه حرارته كانت عاليه. انا عايزه اشوفه، انا هدخله. من فضلك لو سمحتي، لو بتحبيه خليهم يشتغلوا من غير شوشره. عن اذنكم. يا رب، انا عارف ان انا غلطان واستحق العقاب، بس ارجوك يا رب ما تعاقبنيش في ابني. ده هو اللي حلتي وكل اللي بترجمي الدنيا. مالك يا سي مختار؟ ايه مش في الفورمه ليه النهارده؟ مفيش، دماغي مدهوشه شويه. خير، ايه اللي دوشها ان شاء الله؟ يلا بقى يا سيدي احكيلي. الواد سعد اخويا بيفكر في عامله مهببه، مش هيقلي بكياني من ساعه ما قال لي عليها. عامله ايه دي؟ مش وقته بقى الكلام ده. يلا يلا قوم يا بت، اعمل لك كوبايه شاي. يلا يا بت. يلا يا ام عبد الستار. حاضر. عبد الستار مين ده؟ عبد الستار مين ايه؟ ابننا. لا يا عم، ده اسم قديم قوي. قديم ايه؟ ده اسم ابويا ولازم اخلده ابد الابدين. ده حتى اسم فني كله مزيكا. عبد الستار مختار عبد الستار. ده عايز ملحن يلحنه. يا روز، روز الو. مدام رشا؟ ايوه، مين معايا؟ مش مهم تعرفي، بس لو عاوزه تعرفي سعد جوزك بيعمل ايه دلوقتي، روحي شقتكم القديمه وانت تتاكدي من خيانته ليكي. انت مين؟ الو الو، هي حصلت تخون يا سعد؟ ده انت لبسك سودا. الو. يا مختار. لا انا في العربيه رايح انفذ اللي احنا اتفقنا عليه. بقول لك يا سعد، ما بلاش الحوار اللي اتكلمنا فيه ده بتاع رشا مراتك. ها؟ اصل مهما كان دي مراتك برضو، واللي قلنا ده كان سعد شيطان وراحت لحالها. ما تزودش الطين بله يا سعد. انت اتجننت يا مختار ولا ايه؟ معقوله تدافع عنها بعد كل اللي هي عملته معايا؟ يا حبيبي لا، اهدى بس شويه، انا ما بدافعش عنها ولا حاجه. انا قصدي اقول لك ان في طرق تانية ممكن نحل بيها الموضوع بدل ما نغدر بالبنت كده. هي اللي ابتدت بالغدر، وبعدين خلاص انا ابتديت التنفيذ يا مختار. يا سعد، اهلا يا سعد، دي مهما كان مراتك وهتبقى ام ابنك. ما عشان خاطر ابني انا بعمل كل ده، ولا انت عايزني اسيبها تنفذ اللي في دماغها وتتطلق وتاخده مني؟ اوعدك هنلاقي لها حل صدقني، بس ارجع اللي في دماغك ده، ربنا يهديك. خلاص يا مختار، السهم نفق وانا مفيش قدامي حل تاني. يا سعد يا حبيبي، ما تخليش السكينه تسرقك وتعمل حاجات ترجع تندم عليها بعد كده. مفيش حاجه ممكن تخليني اندم اكتر من اللي انا فيه دلوقتي. وبعدين صدقنا مختار، هي دي الطريقه الوحيده اللي ممكن ارد بيها على كل اللي عملته معايا. وبعدين بقول لك ايه، سيبني واقفل دلوقتي عشان انا سايق. سلام. الو. سامحه يا رب، يا رب سامحه واغفر له، وهو قدامك اهو. انا برأت ذمتي، نصحته وما اتنصحش. We'll be right back.
عايز اثبت حاله الزنا دي يا حضره الضابط. ماما الحقوني الحقوني، انا في مصيبه ومش عارفه اعمل فيها ايه. خير يا بنتي كفى الله الشر. ايه سعد حفرني حفره، حفرني حفره وقعت فيها. حفره ايه؟ سعد اللي المفروض انه جوزي وهيبقى ابو ابني خطط ورتب عشان يلبسني قضيه يخلص بيها مني. قضيه؟ قضية ايه؟ قضية زنا. يا خبر اسود، خلى واحدة تكلمني توهمني ان هو بيخوني في شقته القديمة. نزلت جري عشان اقفش متلبس، دخلت لقيت واحد جوه حاول يتحرش بيا، جيت اقاومه لقيت سعد داخل معاه البوليس واتهمني ان انا بخونه مع عشيقي. يا دي الفضيحة، يا مصيبتي السودا. طب وازاي سعد يعمل كده وانتي مراته على ذمته؟ واللي يمسه يمسك اكيد. ده اول حجة يعملها علشان يخلص منها ويحرمها من اللي في بطنها. معقول؟ معقول سعد تفكيره يوصل في الشر لحد كده؟ سعد خلاص اتجنن وما بقاش ليه كبير يوقفه عن الجنان اللي هو فيه. معقول؟ خلاص بنتنا بقت لعبة؟ يا عالم ده عرض ناس وسمعتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا سعد يا ابن كوثر. أشوف فيك يوم يكون أسود من قرن الخروف. الحقيقي الحقيقي يا حاج كوثر، أبوس إيدك انجديني. فين استفيدك يا حلا الشر؟ بنتي بنتي رشا في الاسم معمولها قضية. قضية؟ طب ما كلمتيش سعد جوزها ليه؟ مهما حصل بينهم من مشاكل برضه هيتصرف. ما هو سعد هو اللي ملفق لها القضية. انتي بتقولي ايه يا ست انتي؟ سعد ابني يلفق لمراته قضية؟ ايوه سعد ابني لفق لمراته قضية، منه لله حسبنا الله ونعم الوكيل، لفق لها قضية عشان يزوق سمعتها وياخد منها طناها. وكمان بتحاسبيني على ابني في وشي؟ قضية ايه دي؟ قضية زنا يا حاجة. زنا؟ قضية زنا؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. سعد ابني يعمل كده؟ لا لا سعد ما يعملش كده ابدا. لا عمل، والله العظيم عمل، وبنتي مظلومه، والله مظلومه يا حاجه. جري يا ست انتي، انتي جايه ترمي بلاكي علينا هنا ولا ايه؟ عيب عليكي يا حاجه، عيب عليكي، احنا ناس غلابه اه بس ما حلتناش الا شرفنا. انا مش قصدي يا ست فيده، يعني قصدي بقول يعني يمكن بيكون البنت كانت على علاقة كده ولا كده يعني بأي حد ومخبية عليكم، ما انت عارفة الشيطان شاطر. حرام عليك يا حاج، حرام عليكي، والله العظيم بنتي مظلومة وحق كتاب الله ده. ان شاء الله عم بعناية وانا واقفة دلوقتي حتى ابعتي جيبي ابنك واسأليه وحلفيه وانت تعرفي الحقيقة. انا مش قادرة اصدق ان ابني ممكن يعمل كده. انا في عرضك يا حاج، استر عرضي، ربنا يستر عرضك يا حاجة. بس بس يا ست فيدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بصراحة بقى أنا مش قادرة أصدق الموقف الصعب ده. يا رب استر على وليانا، يا رب استر على وليانا يا رب. أنا عايزة ابني، أنا عايزة ابني يا نديم، أنا ما لحقتش أفرح بيه عشان خاطري أتهولي. أرجوكي تهدي علشان نعرف نفهم. نهدى، حضرتك بتطلب مننا نهدى يا حضرة الضابط؟ ابني اتخطف، انت فاهم؟ ابني خطفوه وعايزنا نهدى. تفتكر مين اللي خطف يا استاذ نديم؟ وتفتكر انا لو اعرف كنت هستنى؟ انا كنت كلته باسناني. مالكش اي اعداء؟ انا مفيش عداوه بيني وبين حد ممكن توصله انه يخطف ابني، وحتى لو في عداوه وعايز ينتقم انا قدامه يعمل فيا اللي هو عايزه. لكن الطفل ده ذنبه ايه؟ مفيش ولا طفل اتخطف تاني، ده معناه ان انتوا المقصودين بالموضوع ده. حضرتك مالكيش اي اعداء؟ ما بتشكيش في حد؟ ماليش، ما اعرفش، انا عايز ابني، انا عايز ابني يا نديم. ابوس ايدك، انا ما لحقتش افرح بيه عشان خاطر يا نديم. ارجوك تاجل الاستجابه لبعدين، انت شايف حالتها عامله ازاي؟ عموما اطمني ان شاء الله هلاقيه. حضرتك الضابط يا ابني انا مش هطمن غير لما ابني يبقى قدام عينيا ان شاء الله. بس بس ابوس ايدك يا نديم، انا عايز ابني عشان خاطري. اخس عليك وعلى اخلاقك، معقول انت تعمل كده يا سعد؟ وفي مين؟ في مراتك ام ابنك؟ دلوقتي بقت مراتي ام ابني؟ انت مش كنت دايما بتحذريني منها؟ ولا انت نسيت انها اتخلت عني في عز محنتي وكانت السبب في السكر اللي جالي؟ انت عاوز ايه؟ تبرر عملتك السودة دي؟ هي اللي ابتدت يا امي مش انا. يا خسارة، كل يوم بتأكد ان انا معرفتش اربيكم. لا يا امي ما تجيبيش اللوم على نفسك، انت ربيتيني احسن تربية، بس زي ما انت ربيتيني الدنيا كمان علمتني ان اللي يديني قلم
ارده له اتنين. يا سلام، وهم دول بقى القلمين يا سي سعد؟ تعملها قضيه زنا وتضيع شرفها؟ انت ايه يا اخي؟ انت شيطان؟ ده حتى شيطان نفسه ما يجيش على باله يعمل عملتك المهببه دي. انا كمان فكرت كتير قوي وتعبت لغايه ما وصلت للحل ده. ده انا حتى شرط مختار قبل ما اعمله. مختار اخوك كان عارف؟ اخوك الكبير كان عارف؟ وقال لك ايه بقى يا سي سعد؟ شجعني طبعا، لانه كان حاسس بمرارتي وحسرتي. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه اللي انا فيها. ده بدل ما يهديك يقوم مش عاللك. انتوا ايه؟ يا خساره، يا خساره تربيتي فيكوا، يا خساره. يا امي اللي في بطنها ده يبقى ابني، وانا مستحيل اسيب ابني يتربى بعيد عني لحظه واحده. هو ده كل اللي يهمك يا استاذ يا محاسب؟ طب ما فكرتش لحظه واحده لما ابنك ده يكبر ويعرف ان امه ليها ملف في الاداب هيكون موقفه ايه؟ ما هو مش هيعرف، محدش هيعرف، لان انا ممكن في اي لحظه اروح واخرجها من غير شوشره. يعني دي مجرد وسيله ضغط عليها، بس ساعتها بقى هكون جبت مناخيرها الارض. انتوا اللي جبتوا راسي في الارض. اقول لربنا ايه يوم القيامه؟ اقول له ايه؟ انتوا ايه، ظلمه؟ ما عندكمش ضمير؟ اسمع يا ود، انت تروح دلوقتي وتخرجها حالا. هخرجها يا امي، قلت لك هخرجها، بس بعد ما ارجع حقي الاول. ما هو كمان مش معقول اشوه صوره ابني. وانت لسه هتشوه؟ ما اللي حصل حصل، وزمانها مرميه في الحقد دلوقتي، وكل الناس عرفت. تقدر تقول لما تخرجها هتعمل ايه؟ مش هخليها على ذمتي، هطلقها. انا اصلا عامل كل ده عشان اطلقها وما يبقى لهاش عين تطالبني بحضانه ابننا. وتحرم ابنك من حضن امه وهو لسه لحمه حمراء؟ كفايه عليه حضني انا، وانا بقى بطريقتي هعرف اعوضه عنها بحاجات كتير قوي. مفيش حاجه في الدنيا يا ابني تعوض اي طفل عن حضن امه ابدا. وانت بانانيتك دي وبعندك شوهت صورتها وسمعتها. ده العار اطول من عمري يا ابني. حرام عليك يا استاذ يا محاسب يا بتاع ربنا يا اللي بتصلي، والله صلاتك دي ما هي نافعه. يو بقى، من فضلك يا امي كفايه كلام في الموضوع ده. انت جنسك ايه يا ولد؟ جبله؟ مش ممكن، مش ممكن تكون سعد ابني ابدا اللي انا ربيته. استحاله، انت بقيت واحد تاني معرفوش. ايه اكل حرام خلاص؟ بلد احساسك وصرعك على اقرب الناس ليك لدرجه انك بقيت خطر على نفسك؟ يا خوفي يا خوفي يا خوفي عليك يا سعد، يا خوفي عليك من اللي هيجرحلك، ويا خوفي عليك من نفسك. ايه اللي انت فيه ده؟ ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هو مش ابنك زي ما حضني؟ ابوس ايدك يا حنان، انا مش ناقصك. ارجوك يا نديم رجع لابني الله يخليك. اللي هيجنني مين اللي خطفه وليه؟ مش يمكن تكون عصابه من اللي بتخطف العيال ويبيعوهم للناس اللي ما بيخلفوش؟ يا شيخه فال الله ولا فالك، انت بتفولي على الولد. ما احنا بقينا في زمن ما يعلم بيها الا ربنا. ابوس ايدك يا نديم، اعمل حاجه رجع لي بيها ابني. يا حنان انا مستعد اعمل اي حاجه، بس اعرف له سكه الاقيه بيها. يا ابني، يا ابني اللي قعدت احلم بيك ايام وليالي شايلك في بطني، بحلم باليوم اللي اشوفك فيه، ويوم ما تيجي اتحرم منك كده. انا ما لحقتش احفظ ملامحه. حرام عليكي، حرام عليكي، ما تتعبينيش اكتر ما انا تعبان. الو، انت نديم؟ ايوه انا، انت مين؟ مش لازم تعرف، بس اللي مهم تعرفه ان ابنك عندنا، ولو عايزه يرجع لك تاني لازم تدفع 5 مليون جنيه، يا كده يا مش هتشوفه تاني. هدفع، هدفع، صدقني هدفع، بس رجعولي ابني. مين دول يا نديم؟ ابني عندهم؟ مين؟ رد عليا قول لي. استني بقى، طالما هتيجي معانا دغري ومن غير دوشه ولا شوشره، ابنك هيبات في حضنك بعد ما تسلمنا الفلوس، ووعاك تبلغ البوليس. بعدين تفقده؟ لا لا لا، بوليس ايه؟ والله ما هبلغ البوليس، انا ابني عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا. خلاص، بكره جهز المطلوب، وعلى اخر النهار اكلمك نحدد ميعاد التسليم. حاضر حاضر، انا تحت امركم، وصدقني انا كلمتي واحده.